كان زوج اتهم بقتل زوجته وكل الأدلة ثابتة ضده، يعني لا ينقص إلا العثور على جثة المجني عليها. فموكله قعد يترافع قدام محكمة الجنايات، الراجل مش لاقي مخرج، كل الأدلة بتدين موكله، فاجتهد. ودي الرسالة اللي احنا عاوزين نوصلها لحضراتكم يعني. فترافع أمام محكمة الجنايات، حضرات السادة المستشارين، الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، والأدلة لابد أن تكون متساندة وألا يكون هناك احتمال ولو بسيط لبراءة موكلي. فإنني سأقدم لحضراتكم الآن الدليل على براءة موكلي من تهمة قتل زوجته. ستدخل الآن من باب قاعة المحكمة المجني عليه. فنظر المستشارون إلى باب المحكمة ترقبا لدخول دخول المجني عليها. فاستغل المحامي تلك الثغرة على المحكمة موجها دفاعه بأن هذا دليل قطعي على أن عقيدة المحكمة لم تثبت ولم تقطع في الأوراق على ثبوت التهمة على موكله، بدليل أن المحكمة ألقت ببصرها ترقباً لدخول المجني عليها. وفي نهاية الجلسة المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام. فتساءل المحامي، تساءل كيف ذلك وعدالة المحكمة شاحت ببصرها وألقت ببصرها ترقباً لدخول المجني عليها؟ فكان الرد: ولكننا راقبنا أعين الزوج وهو في قفص الاتهام، فهو لم ينظر إلى الباب ليقينه أنه هو الذي قتل زوجته وأنه فعلا ارتكب الجريمة. المنطق، محامي مجتهد، وكذلك القاضي له رسالة.